الآن سوف نكمل شرحنا عن موقع فيزمي اللي يقدم عروض تقديمية أو يقوم بتصميم عروض تقديمية مجانية من خلال الموقع نفسه. راح نعرف شلون إذا أنا أبي أعدل على مشروع أنا سويته، أو إذا أنا أبي أحذف مشروع، أو إذا أنا أبي أعيد تسمية المشروع، أو إذا أنا أبي أسوي كوبي من المشروع. أولاً مثل ما قلنا راح نسوي تسجيل دخول على الأكاونت أو الحساب اللي أنا صممت المشروع فيه. راح نسوي لوجن، راح نكتب الإيميل، إيميل اوكي دوت كوم، ومن هنا راح نحط الباسورد. ونسوي لوجن، طبعا اللي ما مبرمي، اذا انت كنتوا او اذا كان الجهاز الخاص بكم تقدرون تحطوا ريمبر مي انه يتذكر الباسورد الايميل مالك، وتدش على طول مقال تسوي او تكتب الايميل او الباسورد مالك. راح نضغط على لوج ان، راح اسوي لودينج بروجكت حق البروجكت اللي انا صممتهم. هذه تقريبا كل بروجكت اللي انا صممتهم وحفظتهم على الحساب مالي. هني راح يطلع اسم الحساب مالك اللي انتي سويتي تسجيل الدخول عليه. اوكي، مثل ما قلنا راح نتعلم شلون انا ابي اعدل على البروجكت مالي. طبعا حق طريقة عرض البروجكت ان انا اشوف البروجكت طريقتين، عندنا هذه الطريقة، ولكن هذه الطريقة اكثر تفصل، اكثر ان تفصل لنا البروجكت اسهل. طبعا احنا راح نضغط الحين على هذه الطريقة show in list انها تعرض لنا اياها على طريقة لستة. راح يطلع لنا هني name اللي هو العنوان اللي انا سميته فيه البروجكت، والtype اللي هو النوع اللي انا اخترته البرزنتيشن، ومتى انا عدلت عليه، أو أن منو اللي سوى التعديل أو اللي أنشأه اللي هي أنا، والتاريخ، ونفس الشيء. طبعا مثل ما قلنا إذا أنا مثلا حددت على هذا البروجكت، نضغط عليه، هذا هو، ما نضغط عليه بس إن إحنا نركز عليه ونضغط على هذا السهم. طبعا لو نضغط على هذا السهم راح يطلع لنا edit اذا انا ابي اعدل عليه continue، راح يطلع لنا المشروع اللي انا سويته، هذا هو. اذا انا ابي اسوي اي تعديل عليه او اي اضافه انا ابيها اضيف التعديل انا ابي اضيفه، مثلا ابي اضيف صوره، نكتب بالسيرش هني عندنا، نقدر نسوي نيكس عشان صور، ونحط هذه الصورة هني مثل ما قلنا وشرحنا شلون احنا نقدر نضيف صورة ونقدر نتحكم فيها. اوكي، عقب ما خلصتها لازم اسوي سيف، وهو اوريدي تلقائيا يسوي سيفنج، لكن احتياطيا انتي تسوين سيف. نسوي سيف على التعديل اللي احنا اضفناه، مثلا ضفنا الصورة صار سيفد. راح نسوي او خلصنا منه راح نطلع مثلا سينج اوت، يحط لنا ليف بيج ان احنا نطلع من الصفحة نفسها. راح ندش مرة ثانية على الايميل، نكتب الايميل مثل ما قلنا والباسورد، ونحط لوجن.
مثل ما قلنا راح نضغط على هذه الطريقة تكون أحسن وأسهل. هذا المشروع اللي احنا مثلا عدلنا عليه، مثل ما قلنا edit اذا انا ابي اعدل عليه، هذا اذا ابي انا اعرض الفيديو، rename اذا انا ابي اغير مثلا اسم العنوان هني، هذا اذا انا ابي اسوي نسخة منه نضغط عليه راح يسوي لي نسخة منه. مثل ما قلنا انا اقدر احذف ايضا المشروع اللي انا سويته، نضغط على السهم هذا ونحط delete، راح يطلع لنا are you sure want to delete this project، نحط okay يعني هل انت متأكد انك تبي تمسح هذا البرنامج او هذا المشروع، نحط okay وراح ينمسح عندنا المشروع project deleted. عقب ما مسحنا البروجكت نقدر ايضا نسوي مرة ثانية create new project، نكتب مثلا السعادة ونحط continue. creating a new project يعني يسوي لنا project جديد، اختار اللي انا ابي مثل ما قلنا هني presentation، هني البرزنتيشن، وهذه القوالب بتكون جاهزة. وهذه القوالب بتكون جاهزة، أنا أقدر أختار مثل ما قلنا واحدة فيهم وأقدر أعدل عليها بعد. مثلا أنا أبي أختار بنرز إعلاني، أضغط عليه وراح تطلع لي أشكال العناوين اللي الإعلانات اللي أنا أختارهم، اختار العنوان اللي انا ابي. اما هني اذا انا كنت ابي اسمهم انفوغرافيكس، اضغط عليه وايضا تطلع لي الاشكال اللي هي الانفوغرافيكس تكون جاهزة واقدر ايضا اعدل عليها. ومن هني اذا انا كنت ابي اسوي مشروع مخصص، اختار حجم المشروع واحط كرييت. اما الان بالنسبة راح نجرب ان احنا نصمم اعلان، راح نختار مثلا الاعلان هذا use this. هني اذا انا ابي اشوف العرض الاعلان اضغط عليها، ومن هنا انا كنت ابي استخدم هذا الاعلان هني اتحكم او ان انا احدد اذا كنت ابي سمول تطلع لي سمول، واذا انا كنت ابي بهالحجم او بهالحجم، او اختار الحجم اللي انا او احدد الحجم اللي انا ابي. مثلا راح نستخدم احنا هذا الاعلان ونحط use it. طبعا طلع لنا الاعلان وشلون هم مسوينه. طبعا بهالاعلان انا ايضا اقدر اضيف اكثر من اعلانات واكثر من سلايدات، واقدر مثل ما قلنا ان انا اسوي كوبي عليه واسوي تاثيرات عليه، واقدر اضيف صور واشياء وفيديوهات على الاعلان اللي انا ابي اسويه. هذا بشكل عام شرح المفصل لموقع فيزمي، مثل ما قلنا اللي يقدم عروض أو اللي هي هو يقدم خدمة ذات نسخة مجانية لإنشاء العروض التقديمية والبنزر اللي هو الإعلانات والإنفوغرافيكس بطريقة سهلة واحترافية. واحترافية عندنا ملاحظة، في الحساب المجاني لديك إمكانية إنشاء 3 مشاريع فقط مع مساحة تخزينية تعادل 100 ميجا بايت. أما إذا أنت سويت أبديت وشريت النسخة راح تقدر تسوي أكثر من مشروع وأكثر من أشياء ومميزات في الموقع نفسه فيزيوم. وأتمنى أن شرحي يتنال إعجابكم ويكون واضح. أخيرا نسوي تسجيل الخروج من البرنامج ليب بيت، ومع السلامة.